بصراحة أحلى شي في المشروب شكله لما يذوب الكوتون كاندي. يا نور الهلال أقبل تعال فالشوق طال. هلو يا حلوين، كيف حالكم؟ إن شاء الله تكونوا كويسين. معاكم شدا أو أدو، وأهلا بكم في قناتي. سو لو أنتوا جديدين في القناة لا تنسوا تشتركوا في القناة وتشغلوا جرس التنبيه عشان أول ما نزل فيديو جديد يوصل لكم على طول، ولو عجبكم الفيديو أعطوني لايك. اليوم والأول مرة في القناة راح نروح على المطبخ وحجرب معاكم ثلاثة وصفات غريبة وسريعة من الانستغرام. الوصفات أخذتها كلها من حساب شيف رياض الخالد، راح أحط لكم حسابه في صندوق الوصف، وكمان اللي حلو فيها إنه كل الوصفات بس بخمسة مكونات. يلا نبدأ. أول وصفة حتكون مساء الخير، ثلج، ليمون ونعناع، كوتن كاندي او شعر البنات او غسل البنات، واخر شيء 7 اب وبس كذا وبالعافيه. من جد من جد شيء يسرسح ويبرد على القلب. اوكي شكله يحمس، واللي حمسني اكثر شيء الكوتون كاندي. حبدا اجهز المكونات. دقيقه، لو انتم صغار لا تسوي شيء من فيديو اليوم، خلوا احد كبير يساعدكم. في البدايه حقطع الليمون شرائح رفيعه، وبعدين قصيتها انصاص عشان تكفف الكاسه، وخرجت البذر منها. جبت كاسه، وللاسف ما عندي نفس الكاسه اللي في الفيديو، وحضيف مكعبات الثلج والنعناع وشرائح الليمون. وكان عندي نوعين كوتون كاندي، ما اعرف استخدم اي واحد فيهم، لكن قررت استخدم ده، حسيته نفس اللي في الفيديو. احب مره الكوتون كاندي، وأضفت الكوتون كاندي، ما أعرف قد إيه الكمية لكن حطيت شوية. وأحلى فقرة لما أضيف السيفن أب ويحمس شكله، على طول أتغير لونه مع الكوتون كاندي. شوفوا شكله من قريب، يمي يمي. أحس دي أحلى لقطة لما يدوب الكوتون كاندي بسرعة مرة. أوكي خليني أجرب الطعم كيف. طعمه سيفن أب مع ليمون ونعناع. الكوتون كاندي مو مرة واضح طعمه، لكن من ناحية يسرسح، فمن جد هو يسرسح. اللي مو عارف إيش يعني كلمة يسرسح، يعني زي نفس منعش. عجبني المشروب لكن ما اتوقع اني حامله كثير في حياتي، احس حاكل كوتون كاندي لوحده. لو انتم محبين لطعم السيفن اب حيعجبكم اكيد، لكن مو بطال، ممكن تجربوه وتعملوه. بصراحه احلى شيء في المشروب شكله لما يذوب الكوتون كاندي. اوكي الوصفه الثانيه. مساء الخير، اول شيء بسوي صوص الجبن، كريمه طبخ، جبن كيدر، نمزجهم مع بعض وبس كذا. صوص الجبن جاهز. وبس كذا وبالعافية. شوية شطة بعد. الطعم مولع. اوكي راح استخدم ده النوع من البطاطس المفرزة لانه ما كان عندي نفس اللي في الفيديو. ما اعرف قد ايه الكمية اللي استخدمها، لكن حطيت من راسي، واستخدمت القلاية الهوائية عشان اسهل ونوعا ما صحية اكتر، وشغلتها زي ما هو مكتوب على الجهاز. بعد كده راح ابدأ اعمل الصوص في قدر على النار. اضفت كوب كريمة طبخ استخدمت النوع، وكنت جالسة اتسلى اتفرج على ملزمز يلعب ريزنت ايفل 2. يا احب الجيم ده مرة. بعد كده حستخدم ده النوع من الجبن شيدر، ما اعرف لو ينفع ولا لازم استخدم الشيدر أصفر. بشرته يدويا وكان يعذب وانا اصور بيد واطبخ بيد. اضفته على الكريمه وبدات اقلبه الين يذوب عشان ما ينحرق. حسيت لونه مو عاجبني، فاستخدمت النوع من جبن الشيدر الاصفر، حطيت كم قطعه وقعدت احرك الين صار شكل الخليط زي كذا. ايش رايكم فيه وانا اعلمكم كيف تطبخوه؟ بعد ما استوت البطاطس جاء وقت التخبيص. حطيت البطاطس في الصحن، وبعدها اضفت صوص الجبن، وكنت حايسه كيف احطه واصور وما انحرق في نفس الوقت لانه مره كان حار. وبعد كذا جاء دور الذره المعلبه، حطيت كمان شويه كذا بدون مقادير محددة. واخر شيء حبيب الملايين شيتوس حار نار. انا نوعا ما اقدر اكل حار مره، معدتي تعورني. ياه مشاكل الناس لما يصير عمرهم 30. لان الكيس اللي عندي كبير وما راح استخدمه كله، اخذت شويه منه في كيس بلاستيك شفاف وبدات اطحنه او بس افتته. احس اطعم لما يكون مو مره مطحون في شويه كده قطع كبيره. واخر شيء عملت زي السبرينكلز ورشيته على البطاطس. طيب ما تتخيلوا قد ايه الوصفه دي طعمه مره ممتازه، مره عجبتني واكيد راح اعملها ثاني. بس لا تاكلوا خرابيط كده كتير، مو صحي. ونيجي لوصفة الحلا. مساء الخير، اول شيء انا عندي بسكوت اوريو مطحون ونوتيلا واكواب صغيرة وقشطة ودريم ويب، ونمزجهم مع بعض. اول شيء في الاكواب بحط بسكوت اوريو، بعدين بحط من خليط القشطة والدريم ويب، ونوتيلا او بيستاشيو او لوتس براحتكم اللي تحبوه.
واخر شيء اوريو وبس كذا وعلى الثلاجة. واخر شيء للزينة نعناع، بقدونس، كزبرة، جرجير، اي شيء اخضر وبس كذا وبالعافية. الطعم جنان والشكل كشخة. اقول لك تعال خذ كل تراب. ده الحلا اعرفه من زمان، ما راح اكذب عليكم، وعملته قبل كذا بس كانت الطريقة شوية مختلفة وحسيته حيكون اضافة حلوة للفيديو. دقيقة في شيء غلط. يا كده كويس. راح استخدم الخلاط او الطحانة وفتحت الاوريو، وللامانة هو ما قال اشيل الحشوة البيضة ولا لا فتركتها، احس ما حيفرق كتير. راح استخدم نص الكميات اللي هو كاتبها عشان ما ابغى شيء يزيد ويترمي بعد كده، حرام نعمة ربنا. وطحنته، واو شكله صار تراب زي التربة الخاصة بالزراعة بس ناقصها الكور البيضة الصغيرة، ترى دي لها فايدة للزرع. المهم خلينا نعمل الخلطة البيضة. افتكرت نكتة يقول لك كل شيء في الدنيا دي ممكن يتغير الا الطبقة الثانية من الحلا، قشطة ودريم ويبو جبن كيري. اللي فهمها يعني طباخ. وبدل النوتيلا قررت استخدم جالكسي ذوبته في الميكرويف، واستخدم جالكسي نوع سادة. شوفوا حركة السحر، ان شاء الله تكون عجبتكم حركة السحر لانها وسخت العدسة بالجالكسي السايح بالغلط. اوكي راح استخدم دي الاكواب او الزبادي عشان اسوي زرع فيها، حسيت شكلها ينفعي للزراعة وكذا يعني. كذا جالسة تقولي حضيف الاوريو المطحون، بعدها طبقة من الخليط الابيض، وبعدها الجالكسي السايح، واخر طبقة الاوريو المطحون، واخر لمسة اللي هي النعناع. مرة شكله حلو كأنه حقيقي كأنها زرع، أحس فكرتها مرة حلوة. المفروض أدخل في التلاجة عشان يتماسك لكن ما عندي وقت فقررت أجربه. طعم الخليط الأبيض كأنه بس قشطة، شكلي حطيت دريم ويب قليل مرة، وفكرة الجالكسي أتوقع مو أحسن شيء في الحياة لأنه الجالكسي يصير مع التلاجة صلب مو زي النوتيلا، لكن لا بأس به، يمكن الغلط مني فبرضه ممكن أعمله في بيتكم وجربوه بنفسكم، يستحق التجربة صراحة. ولو عملتوه أرسلوا لي صور طبخاتكم، وكمان ما ننسى صور أعمالكم من الهاشتاج رستامين أدو. لو عملتوا حاجة من الأفكار اللي أوريكم هي على اليوتيوب أو إنستغرام أو تيك توك، أو حابين أعرض صور أعمالكم شاركوا في هاشتاج رستامين أدو على الإنستغرام عشان أعرضها في الفيديوهات الجاية، والاختيار بس من الهاشتاج لا ترسلوا لي على الخاص، والاختيار كمان عشوائي فلا تزعلوا. وهنا وصلنا لفقرة نهاية الفيديو اللي أقرأ فيها بعض من تعليقاتكم وأرد عليها. أول تعليق من MM، شدة حبيبتي أنتي رسامة، شكرا يا قلبي. شيهانة تقول أنا زيك يا شدو، الرسم والصور والخطوط اللي تعجبني أرسمها ويحسبوني شفيتها. أهلا بالفنانة شيهانة، إن شاء الله أكون نطقت اسمك صح. التعليق اللي بعده، يا أبويا أنت ما تغيري جاكيتك. أوكي التعليق ده يمكن قرأته بس مرتين خلال الفترة اللي راحت وحبيت أرد عليه. أول حاجة نفرض مثلا أنه أنا إنسانة ما عندها القدرة المادية أني أشتري ملابس، ليش التنمر؟ والسبب اللي مو لازم أوضحه للناس السطحية اللي زي كده، بس راح أقوله أنه أنا أحب أتستر وقت التصوير وعندي كم جاكيت في غرفة التصوير ألبسها لما أنا جاي أصور، لكن افتكرت المثل اللي يقول أنا أشير إلى القمر والأحمق ينظر إلى أصبعي. مدري دا مثل ولا إيش كان بس إنه هي دي الهرجة. التعليق اللي بعده من مريم، رمضان هذا يمكن يكون أفضل رمضان للطلاب لأنهم ما بيدرسوا في رمضان، بيدرسوا بس في البيت، أنا أكره الدراسة عن بعد بس إيش نسوي. الله يوفقكم كلكم يا رب اللي عندكم دراسة أو اختبارات، الحمد لله خلصت من المدرسة. التعليق اللي بعده، يا أخي شذا أنت دائما تبهرين بإبداعك يا أخي، كل ما طفشت أتابعك وكل سبت أنتظر يجي بكرة، أتحمس أتابعك يا أخي، أحبك وترى أنت أكثر إنسان مبدع في العالم. مرة شكرا يا قلبي، وفرحان انكم عارفين موعد التنزيل الاسبوعي كل احد في رمضان حيكون الساعة 10 المساء، وبالرغم من اني جالسة اعيد في كل فيديو اني انزل فيديو كل احد، كثير يجوني يسألوني في الخاص متى تنزل فيديو متى تنزل فيديو، من زمان ما نزلتي. كل احد كل احد كل احد كل احد فيديو جديد، والتوقيت الجديد حيكون الساعة 10 المساء عشان رمضان. حنو تقول مبارك عليك الشهر يا أدو، علينا وعليك ان شاء الله ويا رب وكل عائلتنا الفنانة. وكذا وصلنا لنهاية الفيديو، مرة شكرا على المشاهدة، قبل لا تخرجوا لا تنسوا تعطوا الفيديو لايك لو عجبكم واشتركوا في القناة، أنا أنزل فيديو جديد كل يوم أحد، موعدنا الجديد في رمضان الساعة 10 المساء بتوقيت السعودية، ولا تنسوا تضيفوني على حساباتي على السوشيال ميديا قدامكم على الشاشة، أنا متفاعلة دائما. ومرة شكرا على المشاهدة، أشوفكم الأحد الجاي، سلام.